جائحة كورونا. طيب ما هي القنوات التي يعني تلجؤون إليها لهذه الخدمات؟ كل قنوات تكنولوجية تتيح الخدمات البريدية. إذا تكلمنا عن الإنترنت، هناك المتجر الآلي، إذا أردت دفع الفواتير عبر الإنترنت، حاليا فواتير الغاز، الكهرباء، الماء، حتى الهاتف، هناك عبر الهاتف النقال، اللي هو نقطة جد مهمة كون الإحصائيات الحالية في الجزائر تعطينا معلومة أنه 80% من المجتمع الجزائري يملك هاتف ذكي، ما هو مؤشر جد إيجابي يدل أنه الشعب الجزائري متفتح على التكنولوجيا، متقبل لهذه التكنولوجيا ويستعملها في حياته اليومية. ما دعانا إلى تطوير تطبيق هاتفي مؤمن لتسيير الحساب البريدي الجاري للشخص، يمكنه من خلاله القيام بالتحويل من حساب إلى حساب، الاطلاع على حسابه، يمكنه إطلاق عملية سحب بدون بطاقة اللي هي خدمة كاردلس، يمكنه كذلك